فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين. والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواة هذا المصاب بأمر ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبة للمصاب لعله يرجع. لكن إذا أصيب أحد بدين، نعم، لا تجد أحدا يواسيه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. لو أن أحد من الناس فقد أهله وماله، لا يملك إلا سيارة واحدة، خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت، فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل، وتحطمت السيارة واحترقت، تجد الناس على بيته زرافات ووحدانا يعزونه. ولو فاتته صلاة العصر ما يأتي إليه أحد، وهذا من ضعف قيمة الدين عند كثير من الناس. المصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع لها، والمصائب الدينية كأنها ماء بارد، نعم، مر على الجسم،